تستمر هنا على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. شوطنا الرابع هنا أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات الذي خصص للجعدان اللقاية المهجنات الأصائل في حضور هذه الشعارات. انطلق مباشرة إلى المراكز الأولى مقدمة هذا الشوط والمركز الأول حامي على المركز الأول أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي هنا من يتقدم ويقدم حامي في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني القادم الذيب راشد بن سعيد بن حمد بن مصلحة الإحبابي القادم مع الذيب على المركز الثاني. والمركز الثالث مهول القادم سلطان بن علي بالخصم الاكتبي شعاري منوى قادما في هذه اللحظات على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع سراب القادم يمعى بن مبارك بن مغير الخيلي يتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظات. ناخذ المركز الخامس ونتابع القادم ليث القادم ليث علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري يقدم ليث على المركز الخامس. المركز السادس هنا القادم مشهاب القادم على المركز السادس سعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي من يقدم مشهاب على سادس مراكزنا. المركز السابع قدوم في هذه اللحظات من الرقاص هادي بن خليفه بن طارش المنصوري القادم في هذه اللحظات. والمركز الثامن هنا قادم العدملي يتقدم بشعار محمد بن احمد بن قنون الفلاسي قادما على المركز الثامن. والمركز التاسع قدوم في هذه اللحظات من شعار عساس القادم حمدان بن محمد مباشر القادم حمد بن علي بن جابر الحنزاب يتقدم مع مباشر على المركز التاسع. عاشر مراكزنا متعب القادم حمد بن سعيد بن محمد بن عيسى الحبسي يتقدم على المركز العاشر. هكذا هي العشر هكذا هو النداء الأول لهذه الأسماء المنطلقة ما شاء الله والحاضرة في هذه اللحظات مع حضور هذه الشعارات وهذه الأسماء العملاقة اللي صالت وجالت على راضي ميادين سباقات الهجن. عودة إلى الشبل عودة إلى الصدارة حامي لا زال حامي عن أول مراكزنا وعن ناموس هذا الشوط. أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني الذيب قادما الذيب راشد بن سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي يتقدم على المركز الثاني. والمركز الثالث القادم مهول سلطان بن علي بالخصم الاكتبي يتقدم مقدما مهول على المركز الثالث. المركز الرابع ياتي سراب يمعى بن مبارك بن مغير الخيلي قادما شعار بن مغير على المركز الرابع. والمركز الخامس يتسلل ليث قادم بشعار علي بن حموده بن علي بن حموده الظاهر يتقدم على المركز الخامس. سادس مراكزنا العدملي قادم محمد بن احمد بن قنون الفلاسي يتقدم في هذه اللحظات على المركز السادس. سابع المراكز متعب حمد بن سعيد بن محمد بن عيسى الحبسي قادما على المركز السابع. وثامن المراكز التواجد من مشهاب قادم شعار سعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي شعار الجري يتقدم ومباشر على المركز التاسع. حمد بن علي بن جابر الحنزاب يتقدم على المركز التاسع. والمركز العاشر قادما في هذه اللحظات يتسلل في هذه اللحظات ويتقدم مدلهم مدلهم علي بن راشد بن مبارك المنصوري يقدم مدلهم اول ندلة في المراكز الاولى العشر. هكذا
هي النتيجة. ندانا الثاني للعشر المراكز الأولى المتقدمة، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى القمة، حامي على المركز الأول. روح يا الشبل، اللحظات الأخيرة، روح بشعار الشبل على المركز الأول. بندري ألف وميتين ما تبقى عن خط النهاية. سالم أحمد بن سالم بن أحمد بن دري يتقدم الفلاحي على المركز الأول. بن حمودة قادم، ليث علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري قادما على المركز الثاني والمركز الثالث. الذيب قادم، راشد بن سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي شعاري من وقادم مع في هذه اللحظات مهول. سلطان بن علي بالخصم الاكتبي قادم على المركز الرابع، وبن مغير قادم، وبن رشيد قادم في هذه اللحظات مع لهب. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي قادم مقدما لهب وانطلاقاته، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، أول انطلاقاته، اللقاية، المهجرات، الأصايل، الناموس حاير وطاير ما بين بن حمودة ما بين بن دري وبن حمودة. ليث وحامي اللحظات الأخيرة. روح يا شبل، الأمتار الأخيرة، جولة الأوامر، الأربعمائة متر الأخيرة. حامي على المركز الأول أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. بن دري بن حمودة قادم، ليث علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظهري قادم على المركز الثاني، ولكن حامي على المركز الأول. من البداية هو حامي، من البداية هو شاب نار. إلى بن دري السلام.